السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بونجور أتوس، جيسبر كو فوز علي بيان. دونك إن شاء الله اليوم حنديرو ليكور تاع ليسبور زوال أنتستينو. وقبل ما نبداو ليكور إن شاء الله، لازم نمشي مستوى واش راحين نقراو. وكيما ليكور هذا نقدر نلقاوه بهذا العنوان تاع ليسبور زوال أنتستينو، وكيما تقدر تلقاها بالعنوان تاع ليكوكسيدوز أنتستينال. وكاين تاني عنوان واحد اخر اللي هو لي زوبورتونيست، يعني شغل علاش يتبدلوا العناوين. بون تكون فاهمكم الساعه شغل واش رايحين نقراو، ومن بعد ان شاء الله نديرو الكور. وكيما هنايا لي كور تاعنا نقدروا نسموه لي كوكسيدوز انتستينال بلس لا بلاستوسيتوز. دونك لي كوكسيدوز انتستينال بلس لا بلاستوسيتوز. راح نقراو ان شاء الله اليوم خمسه لي بارازيت اللي هما لا ساركوسيستيس، لي سبورا، لي كريبتوسبوريديوم، سيكلوسبورا، الى بلاستوسيستيس. بون هادو في اربعه كيما رانا نشوفو هنايا، هادو في اربعه. هادو سونغا دي كوكسيدي، دونك يل فون بروفوكي دي كوكسيديوز انتستينال. وهذا لا بلاستوسيستيس يل فون يل بروفوكي لا بلاستوسيستوز. هذا ماهوش تابع لي كوكسيدي، هذا مشغل نص اميب نص موش بين كلاسيفيكاسيون تاعو. وانا قارين وحده وبك زدناه مع الكور تاع لي كوكسيديوز انتستينال. دونك مال هذا بلاستوسيستيس علاش ما قريناش مع علاش قريناه مع لي كوكسيدوز انتستينال؟ علاش راح نقراو على لي كوكسيدوز انتستينال؟ تو سامبلومون باسكو لا كلينيك تاعو تشبه لهم، حيد لك دي بلوبران دي بروبلام انتستينال. دونك حيد لك دياري فوميسمو دي لو ابدومينال ايتترا، على هذيك قريناه مع لي كوكسيدوز انتستينال. سينو هو ماهوش محسوب مع لي كوكسيدي، مي بروفوكيش لي كوكسيدي ان كوكسيدوز، حي بروفوكي لا بلاستوسيستوز. هو سينيست بارازيت انيسيلار فاكيولي، عنده واحد لا فورما كذا يقدر يتبدل ليها، هي جول تكون ان فورما بيبيان شبه لي زاميب، بصح ماهوش مكلاسي مع لي زاميب، الكلاسيفيكاسيون تاعو ماهيش باينه. دوك العنوان الاخر تاع الكور اللي نقدروا نقراوه اللي نقدروا نلقاوه يعني هو لي بارازيت اوبورتونيست بلس لا ساكوسيستوز. دونك هادو في ربعه تو سكي اون روج ايسي سي سون دي بارازيت كاليفي دات دي بارازيت اوبورتونيست الوم. هادو في اربعه مع لا بلاستوسيستيس، هادو كارتا لي كوكسيدي هادو مع لا بلاستوسيستيس. هذا لا ساركوسيستيس الهاي بروفيك لا ساركوسيستوز ماهوش كاليفي باش يكون شغل اوبورتونيست، باسكو لا شي يحكم كيما لي مينو كومبيتو كيما لي مينو ديبريمي، مي شغل ما كانش امبليفيكاسيون عند لي مينو ديبريمي وين تكون مهمه، زعما حتى نقدروا نسمو اوبورتونيست. هادو نو كيكون لا بيرسون يكون ايمينو ديبريمي حيستغلوا الفرصه يعني تاع نقص الاستجابه المناعيه، يعني حتى انه واحد ايمينو كومبيتون لي سامبتوم تقريبا ما يبانوش، بصح هذا في زوج يبانو لي سامبتوم بنفس الطريقه كشغل ميم ايمينو ديبريمي يكون عنده زياده شوي ماشي حتى نقولوا لي اوبورتونيست. دونك هادو زوج عناوين اللي نقدروا زعما نسموهم الكور تاعنا. هذا دوكا نشوفوا طاش لو كور تاعنا. دونك لو كور تاعنا ان شاء الله اليوم حنديرو انا واختي شيماء. دونك تو سكي اون فيريسي انا اللي حنديرو انتروداكسيون ديفينيسيون كلاسيفيكاسيون لا مورفولوجي لي سيكل ايفولوتيف لا ريبارتيسيون جيوغرافيك لا كونتاميناسيون اي تو سكي اون روج حنديرو اختي شيماء ان شاء الله. بون حندير لا كلينيك ودياغنوستيك وتراتمون لا بروفيلاكسي. هادو من وراء هادو بكل تاع لي كوكسيدوز انتستينال، وراح ادير لا بلاستوسيستوز وحدو لا بلاستوسيستوز. دونك سي سا التقسيم تاع لو كور تاع اليوم ان شاء الله. دونك بسم الله نبداو لو كور تاعنا. لي كوكسيدوز انتستينال، لي كوكسيدوز انتروداكسيون لي سبوروزوار او لي زابي كومبلكسا سون دي بروتوزوار ايموبيل سوفون كاليفي دو بارازيت اوبورتونيست كار ايل انفكت لي سوجي ايمينو ديبريمي peuvent être introduits aussi chez les patients immunocompétents avec des manifestations cliniques moins sévères et spontanément résolutives. Dans ce cours, on s'intéresse à la famille des coccidés, les coccidés morphes exactement, et on traitera les quatre coccidioses les plus fréquentes. Donc, on fait un peu moins cher. Bon, on a les sporozoaires. Les sporozoaires, il y a la classe, c'est les protozoaires, les immobiles, mais ils sont très proches. On a les sporozoaires. Il y a les amibes. عندهم لي بسيدوبود، وعندك لي فلاجيلي، وكاين لي سي لي سيلي، وهادو لي زيموبيل، هادو ما يتحركوش، هادو اسمهم سبوروزوار، هادو الى بارتيان او بروتوزوار. دونك هادو لي سبوروزوار نسموهم لي زابي كومبلكس. علاش نسموهم لي زابي كومبلكس؟ باسكو عندهم واحد كومبلكس ابيكال، كومبلكس ابيكال، ابي كومبلكس، كومبلكس ابيكال هذا يقدروا يدخلوا به لا سيلول، يقدروا بيناتيو لا سيلول ويدخلوا. كاليفيي دو بارازيت اوبورتونيست كار انفكت لي سوجي. دوك هادو تقريبا لي سبوروزوار كاع راهم كاليفيي باش يكونوا دي بارازيت اوبورتونيست تقريبا، يعني
باسكو يروحوا لي سي جي ايميو ديبريمي نقدروا نلقاو عند لي مينو كومبيتون بصح اسمبتوماتيك وتم تم يبا وحده. دونك هذه هي اليوم ان شاء الله دون سكون سيتاس لا فامي دي كوكسيدي هادو لي سبورزوار عندهم دي فامي تكون شوفوا فهمليك ها دوك واش كنت نفهم فيكم بروتوزوار لي بسيدوبود ها لي زامي بلي فاجيل لي سيل وعندنا لي زيموبيل. لي زيموبيل هما لي سبورزوار. دوك لي سبورزوار هادو كاين لي غريغارين وكاين لي كوكسيدي. لي غريغارين هادو ما يتوشيوش لهم دوك ما يهتموش بهم. هادو لي كوكسيدي يتوشيو لهم كما يقدروا يتوشيو لي زانيمو يقدروا يتوشيو لي زانيمو. دوك هادو حنقراو حنا هادو دوك اكزاكتو واش حنقراو في هادو راح نقراو لي كوكسيدي مورف باسكو هادو لي كوكسيدي كاين دي كوكسيدي لي كوكسيدي مورف وكاين لي زيماتوزوار زيماتوزوار الكوكسيدي مورف زيماتوزوار الكوكسيدي مورف عندنا ربعة لي بارازيت تاع قبيل اللي درناهم قبيله اللي سبونا لي كوكسيدوز انتستينال اللي درتهم لكم قبيل. وعندنا لا توكسوبلازما لا توكسوبلازما غوندي بصح لا توكسوبلازما غوندي ما يديرش دي تروبل انتستينال وكاع. دونك ماناش حنقراوه اليوم. حنا اليوم نقراو لي كوكسيدي الربعه هذوك اللي يديروا لي كوكسيدوز انتستينال. توكسوبلازما راهو صح محسوب مع لي كوكسيدي بصح ماناش حنقراوه اليوم عنده كل وحده. وكاين كوكسيدي واحد اخر اللي هو لو بالوديزم محسوب ثاني معاهم ولكن ينتمي لزيماتوزوار ماهوش مع لي كوكسيدي مورف. دونك الكوكسيدي مورف كاين ربعه منهم حنقراهم اليوم ويبقى لا توكسوبلازما ما نقراوهش اليوم نقراو في كل وحده. لزيماتوزوار يعني الجزء الثاني تاع لي كوكسيدي راح نقراو فيه لو بالوديزم ان شاء الله. دونك هذه هي التقسيم تاع اليوم. دونك اليوم حنقراو لي كوكسيدي اكزاكتوم لي كوكسيدي مورف ونقراو منهم ربعه يعني يسبونا ليكوكسيدوز انتستينال. دونك سي سا ديفينيسيون ليكوكسيدوز سون دي مال سون دي مالادي فريكونت كوزموبوليت كوزموبوليت معناتها سون ايفريوير بريزونت دون لو موند اونتي هاليك مي بلو دون لي زون تروبيكال. دونك القوم لي زون تروبيكال اكثر من لو موند اونتي مي لقاهم في كاع العالم كوريسبوندون او انفيكسيون ديجستيف كوزي باي ليكوكسيدي. دونك هاد الكوكسيدوز شنو هما؟ لي انفيكسيون ديجستيف. شكون يسببهم يسببهم لنا ليكوكسيدي اللي حنقراو منهم ان شاء الله اليوم اربعه. دونك ليكوكسيدي سون ديسبوروزوار هام ليكوكسيدي سون ديسبوروزوار انتراسيولار كومبورتون توس اند كومبلكس ابيكال كي لو بيرمي دونتري دون لا سيلول. هادي علاش اسمهم قبل لي زابي كومبلكس على ديسبوروزوار علاش اسمهم لي زابي كومبلكس عندهم كومبلكس ابيكال وين يقدروا يدخلوا لا سيلول. بون هادي سون ديسبوروزوار انتراسيولار نورمالمون هنا نزيد لكم اوبليغاتوار. علاش اوبليغاتوار؟ ناس اوبليغاتوار باسكو هادو راهم ينتميو لي كلاس تاع لي زيموبيل. لي زيموبيل هادو ما يتحركوش دونك خاصو يعيش داخل لا سيلول. برا لا سيلول ما يقدر يدير والو. هاديك نقولو اوبليغاتوار كيما لي فلاجيلي ولا عنده فلاجيل يقدر يدور في باغ اكزومبل لي بالوديزم تقدر تلقاه في لو سون يدور وكذا. بصح هادو لازمهم يكونوا انتراسيولار اوبليغاتوار ما عندهمش ها. دونك لو سيكل ايفولوتيف بوتيتر مونوكسان وديكسان. مونوكسان وديكسان واش معناتها؟ مونوكسان عنده اوت واحد وديكسان عنده زوج ليوت عنده واحد انترميديير واحد ديفينيتيف. دونك هذه هي كيكونوا واحد نقولوا مونوكسان كيكونوا اكثر من واحد نقولوا ايتيروكسان. هنايا بما انهم كاين اللي عندهم زوج برك على هذيك قلنا ديكسان. دونك هذه هي اي سوري بارتيس اون 5 جونغ اي 7 اسباس. دونك عندنا 5 لي جونغ و 7 اسباس باسكو كاين دو جونغ عندهم زوج اسباس زوج اسباس. دونك زوج زوج واحد 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 حيت يقول لك سبعه كلش. دونك نبداو بسم الله. عندنا لي زو سبورابيلي عندنا لا سيكلو سبورا كاتينانزيس. دونك هذا باريس ديزيام اكريبتو سبوريديوم بارفوم اكريبتو سبوريديوم اومينيس. دونك هذا عنده زوج لي سبيس اللي هما بارفوم اومينيس بارفوم اومينيس اساركوسيستيس بوفي اومينيس اساركوسيستيس سوي اومينيس. دونك عنده هذا باريس ساركوسيستيس عنده زوج لي سبيس اللي هما بوفي اومينيس وسوي اومينيس. عندك لا توكسوبلازما غوندي هادو هما لي كوكسيدي مورف هادو هما لي كوكسيدي مورف. دونك انا لي لونتهم انايا بالموف هما لي جونغ ولي زدتهم وحدهم مبينين لي زيسباس. دونك عندنا سيكلوسبورا كيربوسبوريديوم ساركوسيستيس وعندنا لي زوسبورا وعندنا توكسوبلازما هادو لي سانك جونغ. وكاين سبعة اسباس كاين زوج فيهم زوج اللي هما كريبتوسبيريديوم هم فيه زوج بارفوم اومينيس وساركوسيستيس فيه بوفي اومينيس وسي اومينيس. اليوم حنا حنقراو الربعة هادو ساركوسيستيس وكريبتوسبوريديوم وسيكلوسبورا ولي زوسبورا. هنايا هاو لي زوسبورا ماناش حنقراو توكسوبلازما. توكسوبلازما ان شاء الله قلت لكم ديروا في كل وحده. دونك توت لي سبوروزوار سون روتروفي دون لي سيل هومان ا ليكسيبسيون دو توكسوبلازما غوندي روتروفي دون لي سيل دو شا. دونك توكسوبلازما هذا هو ثاني محسوم على ليكوكسيدي مورف بصح عندو سيكل تاعو ما يشبهش خلاص ميم ليكلين لا كلينيك تاعو ما يشبهش خلاص. كيما انا قال لك نلقاوه في لي سيل تاع لو شا كيما انا لو ديفينيتيف تاعو راح يكون لو شا
ما عنده سكر بعد اخر تاعو خلاص ما قراوش مع تاعو اليوم اللي يديروا لك دي بروبليم انتستينال لي ديفيرونت كوكسيديوز. نبداو بسم الله. عندنا لي زوسبوروز. لي زوسبوروز ديفينيسيون سي كوكسيديوز انتستينال ديو ا لي زوسبورابيلي. دونك هذه لي زوسبوروز يديرها لك لي زوسبورابيلي كي بارازيت لي سيلول انتستينال دو نوم لي اوبيري فيكال فريكونت دون لي ريجيون تروبيكال يا فاب النيفو دي جين سورتو شي لي بيرسون ايمينو دي بريمي ايمينو دي بريمي. هذه قلت لكم قبل اسمهم لي زوبورتونيست. لا مورفولوجي لوسيست اي اوفالير لوسيست بون لوسيست هي لوف يا جماعه دونك اللي ما يعرفش لوسيست هي لوف كي تصرى لا فاز سيكسيوي من بعد لا ريبرودكسيون لا ريبرودكسيون سيكسيوي حتى نتجنا مع الاخر اوف اوف هذه هي حتساهم في الكامب في لا كونتاميناسيون بعدا لي اوبيريفيكال اوبيريفيكال بيان سور. دونك هاو لوسيست تاعنا واش قال لك كونتونو دو سبوروسيست شاك سبوروسيست كونتونو كات سبوروزويد دونك نفهمكم واش هي. دونك هذا لوسيست كي حيخرج من بعد دون لي سيل اومان حيخرج دون لي سيل اومان حيخرج هاولي كيخرج هكذا اوسيست بص انا نص مخر بعد ما دونك هاولي ك لوسيست انا لوسيست انا ولا لوف حتكون عندهم على الاول سبوروبلاست. سبوروبلاست هذه غير يخرج مع لي سيل اومان سبوروبلاست من بعد لازم له اون فاز دو ماتوراسيون او ميليو اكستيريور كي يخرج برا لازم تصرا له ماتوراسيون كيف يولي يولي كيما هكذا يولي كيما هكذا وتولي عنده هذيك سبوروبلاست. هذه سبوروبلاست تقسم لزوج هادو زوج اسمهم سبوروسيست دونك هذه سبوروبلاست سبوروبلاست بلاست وهذه سبوروسيست. هذه سبوروسيست ساك سبوروسيست من هادو عندها 4 لي سبوروزويت عندها 4 لي سبوروزويت ساك وحده عندها 4 لي سبوروزويت. دونك هادي هي ما هادي عندها 4 لي سبوروزويت هادي يسموها اوفر اوف ولا اوسيست سبوريلي هادي تقدر تكونتاميني هادي لا فورم انفستونت هادي من بعد كي يجوني نجي ليها لوم والله ديلو يتكونتامين من بعد لا كوكسيديوز. هادي كي تخرج في لسان هادي لا فورم هادي الاولى ماهيش انفستونت لازم تصرا لها واحد لا فاز يسموها لا سبورولاسيون يسموها لا سبورولاسيون. دونك هادي هي لازم تصرالها على فاز هادي هاي والله هكذا باش تولي انفستانت. دونك هادي مع الاول كي تخرج ما تكونش انفستانت. نرجعو دوكا للكور. دونك هاوليك اوفال كونتونو اوفال راه اوفال كونتونو دو سبوروسيست هامليك دو سبوروسيست واحد زوج شاك سبوروسيست كونتونو كات سبوروزويت هاوليك واحد زوج ثلاثة أربعة. دونك هادا هادي لا مورفولوجي تاع لي زوسبورا بيلي. كنروحو ل كوكسيدوز راديزي راديزي كوكسيدوز هي انا حنشوفوا لا كريبتو سبوريديوس. كريبتو سبوريديوس ديفينيسيون سي دي انفيكسيون كوزي بار ان سبوروز ان سبوروز واج جون كريبتو سبوريديوم. كيما قلت لكم قبل كريبتو سبوريديوم هذا عنده دو زيسباس دو زيسباس عندك لا كريبتو سبوريديوم اومينيس من اسمها اومينيس باينه انفيكتون لوم اونيكمون دونك هذا يحكم غير لوم. كريبتو سبوريديوم بارفون انفيكتون لوم الي ماميفير ماشي يحتاجهم في زوجه باش نكونوا واضحين ماشي يحتاج اوت انترميديال قالوم او ديفينيتيف لاميفير نو يحتاج اوت واحد هو ولكن يقدر يقيس لهم ويقدر يقيس لهم اللي مامي فير داكور اللي مامي فير ولا سو ديرني اي لو ريسبونسابل دو لا ماجوريتي دي انفيكسيون اومان. دونك هذا يعني سبحان الله اللي خاص بلي مامي فير ولا يقيس لهم اكثر من هذا اللي يقيس غير لهم. دونك اي سو ديفلوب دون لي ميكروفيلوزيتي دي سيلول ايبيثيليال دون زون فاكيول بارازيتوفور افيك ان لوكاليزاسيون تاع سيلول ميكسترا سيتوبلازميك. دونك هنا واش راهم يهضروا قال لك يروح لي سيلول انتستينال لي ميكروفيلوزيتي تاعهم يدخل فيهم من بعد واش يدير يطور واحد لا فاكيول اسمها فاكيول بارازيتوفور حي يكبر فيها داخل لا سيلول وداخل لا سيلول يكبر فيها بلا ما يتوشي سيتوبلازم. قال لك افيك لوكاليزاسيون انتا سيلولير داخل لا سيلول مي اكسترا سيتوبلازميك. دوك نرسموها هنا ان شاء الله تبان برك دونك هاوليك هادي زعما سيلول انتستينال هادي زعما سيلول انتستينال هاملي كريسيل وهاي ليك سيلول انتستينال. دونك يدخل بارازيت بارازيت هاكي يدخل بعد حتى صارو حيتحلل الفاسيل غاستريك منا و سبوروزويت حيخرجوا وحدهم هاملي. دونك هادو زعما هذا ستان سبوروزويت هاملي حيدخل هنايا بعد هو كي حيدخل حيطورو في واحد الفاكيوس فاكيول اسمها فاكيول بارازيتوفور هاو لي سيتوبلازم تاعنا هذا سيتوبلازم بصح فاكيول هادي ما فيهاش سيتوبلازم داخل بلا ما يقي سيتوبلازم. دونك هذا حيطوروا الداخل حينقسموا يبقى بينقسموا يتطوروا دونك هكذا تصرا هذه اسمها لا فاكيول بارازيتوفور هذه
فوكيور بارازيتوفول، يعني بارازيتوفول اللي حيتطور فيها البارازيت تاعنا. دونك هذه هي نظام هكذا مفهومه. لا مورفولي هما تقريبا كاع هكذا ليكوكسيديوزا، بون هذا كتبتها برك هنا، سينو كاع هكذا عندهم هكا بارازيتوفول يدخلوا فيها الى اخره. دونك لا مورفولوجي لوسيست يا غوندي، هاوليك اغوندي اباغوا ايباس، اباغوا ايباس هذه اللي حتخليه يريزيستي برا، باسكو هذا كي حيخرج في ليسال برا حيقعد برا ان طون ان طون دوني هكذا باش يجي لوم يعاود ياكلو ولا باش يعاود يتانفكتا. دونك لازم تكون عندهم لوسيست تاعهم هذو سيستم في فورم دو ريزيستونس ديريكتومون في الميليو اكستيريور. دونك اباغوا ايباس يرون فيرمو ديريكتومون كات سبوروزويت ديسبوزي اون سي افيك اون غروس فاكيور. دونك شوف رونفيرمون ديريكتومون كاسبوروزويت، دونك هذا شوف نلقاو ديريكتومون فيه كاسبوروزويت، مش كيما الاخر. الاخر واش نلقاو؟ نلقاو زوج سبوروسيست، هاهم لي زوج سبوروسيست، وكل سبوروسيست هادي داخل لوفا، وكل سبوروسيست فيه ربعة سبوروزويت. دونك هذا لا لا، هذا فيه ربعة سبوروزويت ديريكتومون، هذا فيه ربعة سبوروزويت ديريكتومون. دونك هذا كي يخرج ما يخرجش كيما هكذا سبوروبلاست ومن بعد تقسم زوج ولي سبوروسيست، زوج سبوروسيست ومن بعد شاك سبوروسيست فيها ربعة سبوروزويت، نو هذا فيها ربعة سبوروزويت ديريكتومون. دونك كي نحبو نستنتجوها هذا إلي ديريكتومون انفستون، ما يحتاجش هذيك لافاز تاع لاسبورولاسيون اللي قلت لكم عليها قبيل، باش في الميليو اكستيريور باش يوليك باش يولي كونتامينون ويولي انفستون، باش يقدر ينكونتاميني لهم. دونك هذا ديريكتومون يخرج من ليسال، إذا صرا كونتاكت بينه وبين لهم وكلاه ولا شي با وشنو، ديريكتومون يمرض لهم بهذيك لاكوكسيديوز. ديريكتومون دونك اشفاو بلي الكريبتو سبوريديوم اي ديريكتومون انفستون، ما يحتاجش هذيك لا فاز تاع لا سبيرولاسيون في الميليو اكستيريور ولا تاع الماتوراسيون في الميليو اكستيريور باش يولي انفستون. كيما هنا نقول لكم حاجه برك، كيما انا كريبتو سبوريديوم، كريبتو سبوريديوم كريبتو كريبتو هذه معناتها كاشي، كريبتو معناتها كاشي، هذه كريبتو معناتها كاشي. كاشي هذه لما نعس بوروسيست ما عندوش بوروسيست، دونك عنده اربعه ديريكتومون لي سبوروزويت، على هذيك اسمو كريبتوسبوروديوم، وعندو اون غروس فاكيول، هاي ما تهمناش هادي. دونك نروحو دوكا لا سيكلوسبوروز. لا سيكلوسبوروز ديفينيسيون هي اون كوكسيدوز دو ان كوكسيدي ديزاسيف. لا سيكلوسبورا كاتينانزيس، سيكلوسبورا كاتينانزيس حد لنا هذا لا سيكلوسبوروز. لا مورفولوجي تاعها هادي لا سيكلوسبورا لوسيست يا غوندي كومبورت دو سبوروسيست كونتونون دو سبوروزويت شاكون، ها عندو دو سبوروسيست كونتونون دو سبوروزويت شاكون. دونك هذا كيما قبيل حتكون عندك لوف فيها سبوروبلاست، سبوروبلاست حينقسم يوليو زوج لي سبوروسيست، واحد هنا واحد هنا، ولي سبوروسيست داخله حيتكونو لي سبوروزويت. هنا قبيل شفنا في ليزوسبورا بلي في ليزوسبورا بلي بلي يحتاج بلي يحتاج لا فاز هذيك تاع ماتوراسيون، ويحتاج باش يولي يعني انفستون، بلي يحتاج ربعه لي سبوروسيست. هنا لا لا يحتاج دو سبوروسيست، دونك هنا حنلقاو دو سبوروسيست، حنلقاو دو سبوروسيست ماشي يحتاج في لا مورفولوجي تاعو. هنا عندك دو سبوروسيست فيهم دو سبوروزويت، عندك دو سبوروزويت شاكين، عندك كومبورت دو سبوروسيست كونتون دو سبوروزويت شاكين، وانا عندك دو سبوروسيست في كل واحده منهم اربعه، وهذا كريبتو سبوريديوم فيها اربعه ديال سبوروزويت، ما فيش سبوروسيست مام با داكور. هذا هو الفرق دونك بيناتهم في المورفولوجي. كيما هذا مادام هكذا في سبوروسيست وكذا منا، هذا لازم له اون فاز دو لا ماتوراسيون او ميليو اكستيريور، سما هذا يحتاج لا سبورولاسيون. دونك السيكلوسبورا عند كاتينانزيس وليزوسبورا بيلي يحتاجوا لا سبورولاسيون تصير لهم برا في الميليو اكستيريور باش يوليو انفستونت ويعديو لهم باش يكونتامينيوه باش يكونتامينيوه. والكريبتوسبوريديوم ما يحتاجش ديريكتومون الي ديريكتومون انفستون، دون ديريكتومون غير يخرج مع اليسار اللي انفستون. دوكا الكاتاليان بارازيت اللي حنقراوه اللي هو الكاتاليان بارازيتوز ولا كوكسيدوز سي لا ساركوسيستوز، يديرها ساركوسيستيس بلي دو زيسباس تاعو. ديفينيسيون سي ان كوكسيدوز كوزموبوليت دو ا دو زيسباس دو كوكسيدي، عندنا اسم هذا ساركوسيستيس عندو دو زيسباس، دو زيسباس هادو وين شفناهم قبيل، شفناهم في الكريبتو سبوريديوم بارفون و اومينيس. دونك كيما هذا الاسم تاعو دوك نعطيكم اسيس ثاني، كاين ساركوسيستيس بوفي اومينيس وكاين ساركوسيستيس سوي اومينيس. دونك هذا قبيل قلنا بلي كان بالجماعة تاع ليكوكسيدي هادو في السيكل هكا هضرنا على السيكل، كان اللي راهم مونوكسان وكاين اللي راهم ديكسان. دونك اللي شفناهم ثلاثة هادو اللي شفناهم ديجا راهم كاع مونوكسان، يحتاجو ان نوت ديفينيتيف واحد برك، ان نوت ديفينيتيف واحد اللي هو لام. هذا ساركوسيستيس ساركوسيستيس هذا السيكل تاعو حتكون ديكسان، ديكسان معناتها يحتاج دو زوت، واحد يكون انترميديال واحد يكون ديفينيتيف.
فتحة الشوب اللي مثلا لو ساركوسيستيس هو اللي يحتاج، هو اللي عنده سيكل ديكسان، وثلاثة اللي بقاو هما مونوكسان. دوكم الاسم كيما انا ساركوسيستيس اسمه بوفي اومينيز، بوفي اومينيز دونك يحتاج لي بوفا ويحتاج لام، وهذا سوي اومينيز سوي ريلاتيف على او بورك لو بورك، دونك سوي هادي يحتاج لو بورك ويحتاج لام، دونك هذا هو اللي عنده سيكل ديكسان. اما الاخرين لا عندهم اسم ديريكت، عندهم اسم ديريكت تاعهم. نعاود بك الملاحظة هذه تاع كريبتوسبوريديوم بارفوم وأومينيس، هذا ما يحتاجهمش في زوج، أومينيس يحتاج لون برك، والبارفوم سواء يحتاج لي بوفا سواء يحتاج لون، ماشي يحتاج لي بوفا اي لون في زوج، دونك غادي ناكد عليها برك. او اسمو ديجا اسمو بارفوم كاين اسم واحد، ما يحتاج يا لي بوفا يدير فيهم سيكل ديريكت كومبلي، يا لون يحتاج يديرو فيه كومبلي. مي هذا ساركوسيستيس لا يحتاج لون ولو يحتاج سوا لون ولي بوفا او ميم طوا، واحد فيهم حيكون اوت انترميديرول اللي هو لو بوف كما في الحالة هذه بوفي أومينيس. لو بوف هو لوط انترميديير واللوم هو لوط ديفينيتيف. هنايا لا لو بورك هو لوط انترميديير واللوم هو لوط ديفينيتيف. دونك هذوما لي بارازيت اللي غنقراهم اليوم ان شاء الله. لا مورفولوجي سوا دونك لا مورفولوجي تاع واحد ثاني سبيسيال، لا مورفولوجي سوا ان اوسيست كونتيان دو سبوروسيست اكولي، دونك هذا كي حيخرج في اليسار حيكون سوا اوسيست تاع ديريكت اوسيست كونتيان دو سبوروسيست اكولي، ها وفي كل واحدة فيهم عندنا ربعة سبوروزوليت. هذا وين شفناه قبيل، وين شفناه قبيل شفناه لي زوسبورا بلي هاوليك لي زوسبورا بلي ها زوج سبوروسيست وعنده ربعة لي سبوروزوليت. دونك هذا لا ساركوسيستوز لا ساركوسيستيس هذا يشبه له عكوش قال لكم بعد سينو ديريكتومون دي سبوروسيست ايزولي. دونك هادو كيخرج في ليسال سوا لوف تاعنا لوسيست حيحافظ على لافورم تاعو، سينو حيخرج مقسوم، هذا حيخرج مقسوم هاوليك هذا هاوليك يخرج سما سبوروسيست وحده، سما هادو لي دو سبوروسيست سوا يقعدو في لوسيست تاعنا كل واحد فيهم ربعة سبوروزويت، سينو حيتقسمو تلقاه في ليسال ديريكتومون سبوروسيست قاعد هكذاك مرمي في ليسال وين عندو ربعة سبوروزويت ديريكتومون. دونك هذا ثاني اللي ديريكتومون انفستون ما يحتاجش لا فاز هذيك تاع سبورولاسيون في الميليو اكستيريور، باسكو ديجا مادام قلت لكم انا في ليسالي يخرج كيما هكا، سما هذه لا سبورولاسيون صارت داخل لانتيستا، مادام في ليسالي يخرج ديريكت هكذا يخرج سوا عنده دو سبوروسيست عامليك داخل لوسيست تاعنا سوا سبور يتقسم لوسيست وكل سبوروسيست تخرج وحدها. دونك هذوما لو فوق لي فورم اللي نقدروا نلقاوهم في ليسال. لو سيكل ايفولوتيف ليكوكسيدي اسيكل مونوكسان، دونك شوفوا ليكوكسيدي اسيكل مونوكسان سا مونوكسان نعاود واش معناتها باش كاين نعاود باش تحفظوها بيان يعني باش تفهموها. اسيكل مونوكسان معناتها اوت عنده اوت واحد، عنده اوت واحد ديكسان عنده زوج اوت وهي ماشيه. المهم اللي عنده اكثر من اوت نسموهم ايتيروكسان. هنا ليكوكسيدي تاعنا قلنا قبل كاين ثلاثه عندهم اسيكل مونوكسان يعني يحتاجوا غير اوت واحد اوت ديفينيتيف ديريكتوم اللي هو لوم، وكاين واحد يحتاج زوج لوت عنده اسيكل ديكسان يحتاج اوت انترميديار و اوت ديفينيتيف. دونك هادو لي كوكسيدي اللي يحتاجو اللي عندهم سيكل مونوكسان راهم ثلاثة، كاين لي زوسبورا بيلي لي سيكلوسبورا كاتينانزيس وعندك لو كريبتوسبوريديوم افيك سي دو زيسباس باربوم و اومينيس. لو ديغولمون سو في دون لو تيب ديزاسيف دو لوم اوت ديفينيتيف دون لي سيلول انتستينال، دونك سيكل كومبلي شفو عليها يصرا في تيب ديزاسيف تاع لوم ما يصرا في حتى بلاصة وحدخرا، يخرج من تيب ديزاسيف صارم زوج كاين زوج صارم سبورولاسيون برا والاخر ما تصاروش انفستون ديريكت. ويلو انفستون هذوك الزوج صاهم سبورولاسيون ويلو انفستون يعاود يتكونتامينيون بيهم لا متعاود الدور هكا السيكل، هذه هي السيكل. بون دوكا عندنا دو فاز، عندنا فاز اسيكسوي نسموها لاسكيزوغوني، عندنا فاز سيكسوي او لاغاموغوني. نبداو بلا فاز اسيكسوي، لون فانجيري ان اوسيست كونتينون بليزيوغ سبوروزويت qui vont être libérés dans l'intestin grâce à l'action des sucs digestifs et qui vont pénétrer les cellules épithéliales, les entérocytes. Donc l'homme a eu سبوروزويت هام اللي كيما هنا باغ اكزومبل سبوروزويت هام سبوروزويت بقاو غير هادو. دونك سبوروزويت كي فون داتخ ليبيغي دون لانتيستان لاكسيون دي سيلول هام قلناها بعد اي فون بياتري دون لي سيلول ريبيتي غراس اكوا غراس ا سون كومبلكس ابيكال. كومبلكس ابيكال هذا جاي في لو بول ابيكال تاعهم تاع سبوروزويت، مثلا قال هذا سبوروزويت كومبلكس هذا جاي هنا في لو بول ابيكال تاعو يقدر يبينيتري فيه في لاسيو، دونك هنا حيدخلوا لي زونتيروسيت. هذه هي
غير دوكا لي سبوروزويت هادو غير يدخلوا لي زونتيروسيت شحال يتحولوا لتروفوزويت. تروفوزويت هو كيف شبه سبوروزويت تقريبا في الفلامورولوجي كيف كيف. دوك تروفوزويت هذا عنده ملتي عنده فالانس باش يتسمو باش يديروا باش يطلعوا لهم مولتيبليكاسيون. دونك هاوليك سي سبوروزويت سي ترانسفورم تروفوزويت كي سو ملتيبل بار كي سو سي ملتيبلي بار سي سيباريتي. سي سيباريتي هي جوغ لا ديفيزيون جماعه. نرجعوا هنايا دوك بعدا في الشيما هذا تفهموا بيان يعني نحكيها لكم دوكا كلشي تي لو نحكيها لك اكبر دوك بعدا في الشيما هذا تفهموا بيان ان شاء الله. دوكا لا تروسي بون سبوروزويت دخل لا سيلول ولا لا تروفوزويت. دوكا لا تروفوزويت كما قلنا قبيل هاوليك دون سافاكيول بارازيتوفور حيدي تشكل في الفاكيول بارازيتوفور تاعو ماشي حيدي تشكل في السيتوبلازم مع كونتاكت مع واش كاين داخل لا سيلول. ابخي 3 ديفيزيون نوكليير يعني في يبقاو يتقسموا باسكو علاش تروفوزويت هذا سبوروزويت عندهم كاين ما هو الداخل هادو كي يدخل الداخل ويشكل نابا لافاكيول بارازيتوفور تاعو داخل لا هذيك لافاكيول بارازيتوفور داخل لافاكيول بارازيتوفور نوايو بكري حتبقى تقسم يبقاو يصراونا لي ديفيزيون نوكليير هكذا لا سيباريتي تاعهم تصرا دونك يبقاو غير النوايو تتقسم للداخل كيما حنا نشوفو دوك بعدا نشوفوها في الشيما هاوليك هاوس بوروزويت هاو دخل لهنايا هاوليك في سيرانتي سيرون هذا تروفوزويت دوكا دونك داخل تروفوزويت شوفو كيفاش راكم تشوفوا كيفاش وهاد يا فاكيول بارازيتوفور ما عندها حتى علاقه بمتقاش بيستوبلاس ما كان داخل ديفيزيون كبير باك تزيد دونك ها دونك هذا سو تروفوزويت كيبقى ينقسم هكذا حيكبر لداخل فاكيول حيت كبار وعدد تاع لي نوايو لداخل حيكبر حيشكل لنا حاجه اسمها لاسكيزونت سكيزونت ريلاتيف على فاز ديال تاع لاسكيزوكون حتى تشكل لك لاسكيزونت نقدر نسموها ثاني ديميرون لاميرونت لاسكيزونت هذه نسموها دوكا دو تيب ا باسكو بعدا حنلقى وحده دو تيب 2 سكيزون دوكا هاد الشكل سي بو راهي معمره بهم دوكا كي كونتا لي ميروزويت لي ميروزويت دو تيبا هادوك الانقسامات اللي لداخل دوك تروفوزويت حيتقسم تقسم شحال من مره لداخل حيشكل لك فاكيول كبيره هذيك فاكيول كبيره اسمها سكيزون باش معمره لداخل معمره بلي ميروزويت دوك تروفوزويت كان واحد تقسم لداخل وبقى يكبر في لاطاي هذيك الفاكيول كومبليس مع سكيزون وهذوك الانقسامات اللي لداخل بوك هذوك الصغار اسمهم دي ميروزويت هادو ثاني لي ميروزويت اسمهم دو تيب ا دوك نديرها لكم في الشيما باش نفهموا بها دونك هاوليك اوسيست انجستد هاوليك يدخل لوسيست لوسيست فيه عدد معين من السبوروزويت لداخل كيما هنا رسمه بركه دونك سبوروزويت حيخرج سبوروسيست حتقطع ثاني يخرج لك سبوروزويت السبوروزويت هما حين انفكتيو الكاسيول انتستينال غير يدخلوا يوليو تروفو بلاست من بعد تروفو بلاست في الاخر في الفاكيول بارازيتوفور تاعو ما يبقى تصير ديفيزيون نيكليير داخل بركه من بعد وشنو هاي لي كلاسكيزونت شكلتنا لاسكيزونت هادي سكيزونت سموها تيب 1 دونك رانا في لا فاز تاع سكيزوكوني سكيزونت هادي باش معمره معمره بلي ميروزويت لي ميروزويت هادو من بعدك ان راحين يخرجوا من لا سيلول باسكو تعمرت لا سكيزونت هادي تعمرت حصلت لا سيلول انتستينال من بعدها كي يخرجوا كل شويه من كل نوايو من هادو حيدي شويه من سيتوبلازم شويه من الممبران هذا تاع الفاكيول وتشكل لك ميروزويت على هادي قلنا راهي معمره بلي ميروزويت لي ميروزويت هادو كي يخرجوا راح يلعبوا نفس الدور تاع سبوروزويت مع الاخر مع الاول حي انفكتيو لك لي سيدي انت سينا واحد اخرين داكور نعاودو نرجعو هادي ميروزويت اللي خرجت هنايا تاع تيب ا سميناها تيب ا باسكو حزيت انفكتي لك دونك كونت لي ميروزويت دو تيب ا هايليك اراماتيوتي دو سكيزون تاع ني قلنا لي ميروزويت سون ليبيري دون لا لوميير انتستينال بار روبتور دو لونفو بارازيتوفور اي لا سيلول انتستينال فا دونك اكلاتي يعني فهمتها لكم دركا اشاك فوا كان سكيزون اكلات يعني هادي داخله في الكلينيك هاد الملاحظه داخله في الكلينيك À chaque fois qu'un schizont éclate, cela entraîne un dérèglement intestinal, douleur intestinale et diarrhée, etc. etc. À la règle, les corsidoses adultes donnent des troubles intestinaux ou digestifs. Aussi minimum les corsidoses intestinales, parce que les corsidés, ils donnent des troubles. Donc, quand il éclate, il sera avec les mêmes chèques. Dérèglement intestinal, douleur, diarrhée, etc. À l'idée de la clinique, on va dire que tu vas faire un دونك اون فوا ليبر سي بون لي ميروزويت راهم خرجوا لي ميروزويت انفكت لي زونتيروسيت فوازين افيك دو بوسيبيليتي دونك هام ليك لي ميروزويت من بعدا كي يخرجوا هادي ميروزويت تيب ا كي تخرج حتى انفكتي لك لي سيلول اخرين دوك نشوفو عندك دو بوسيبيليتي تاع الميروزويت هادي دونك سوا ال انيسي اون نوفيل سكيزوغوني تيب ا سي لا ريترو انفكسيون دونك سوا يعاودو شغل هاد السيكل يعاود يصرا تاع يدخل تروفو بلا تروفوزويت ومن بعد سكيزون تبدا تكبر وعمرها بلي ميروزويت ومن بعد تخرج دونك يعاودك سكيزوغوني دو تيب ا وسوا هادي اسمها لا ريترو انفيكسيون باسكو ثم يعاود يدير انفيكسيون لداخل الكور وعندك سوا ال انيسي اون سكينوزوني دو تيب 2 سوا يكمل سوا يكمل لا سكيزوني لا سكيزوغوني دوك سكيزوغوني لا سكيزوغوني فيها سكيزوغوني تيب ا وفيها تيب 2
مكتب تيب ان صرات سوا دونك يعاودوا يديروا تيب ان وهاي ماشيه سوا يسوطيو لا فاس تاعك دوزيام تاعك زوغوني هي ياسك زوغوني دو تيب 2 هاي ليك دونك دونك حنا نكملوا ما نعاودوش هذه باينه حنكملوا دوناس كي زوغوني دو تيب 2 الميروزويت دو تيب 1 هاي ليك هذا تيب 1 واش قال لك سوفيكس سوفيكس سو ان نوفيل سيلول اوت يدون ان نوفو تروفوزويت هاي تفيكس اف سيلول جديده عندك تروفوزويت جديد هي ترانسفورمون سكيزون تاع ولي كي يتقسم الداخل بالعقال غادي يدير لك سكيزون تو سكيزون هذيك حتى تكلاطا مع لا سيلول انتستينال وتعاود تصرى ليبيراسيون تاع الميروزويت كيما مع الاول برك انا الميروزويت غير اللي اسمهم تيب 2 وكتيب 2 هذا تيب 2 هادو بعد ما صارت سيكل هذه سكيزوغونيساز مرتين سي بو ما تعاودش تصرى مره ثالثه دونك هادو الميروزويت هادو تيب 2 راحيني يعاونونا باش ندخلوا في لا فاز سيكسوي ولا لا غامو غوني هامليك لو سكيزون دو تيب 2 مور مور سي بو راهي معمره libère des mérozoïdes de type 2 qui vont donner naissance au stade de développement sexué. Donc c'est pour hadia la schizogonie jamaa la phase asexuée. Donc c'est bon hadia en tout cas on faut inchallah la phase sexuée wallah c'est la gamogonie. Le mérozoïde de type 2 qui m'a donné قبل حواليك va donner un trophozoïde qui se différencie soit en gamète femelle, c'est macrogamète soit en gamète mâle, les microgamètes. دونك هذا الميروزويت راح يحكم سيلول انتستينال كي يدخل فيها سوا يولي غامات فيمال سوا يولي غامات فيمال دونك هاوليك تدخل هنا سيلول هاد السيلول راح يولي فيها غامات فيمال وهنا تدخل في سيلول اخرى حيولي فيها ميكرو غامات مال داكور دونك كيما هنا غامات مال كيفاش تشوفوا بلي ماكرو غامات هي الفيمال غامات فيمال كيفاش تشوفوا بلي هي ماكرو غامات ماكرو شغل كيما حنا على بالنا بلي البويضه اكبر من السبرماتوزويد دونك هي حتكون ماكرو لا غامات فورمال هي حتكون ماكرو كبيره والغامات مال حتكون ميكرو غامات حتكون صغيره دونك باش تشوفوا بك هذه السيس مش حاجه اللي دونك هاو جي يدخلوا هنايا بعد صار عندي ديفلوبمون لي غامات فورمال هادو يوليو دي ميكرو دي ماكرو غامات ولا دي ميكرو غامات بعد هنا صار لا فيكونداسيون واش قال لك ميكرو غامات مال On voit des X flagelles pseudo-spermatozoïdes, qui vont féconder la gamète féminine. Donc, il y a les micro-gamètes, qui sont en train de se faire gamètes mâles. Il y a des micro-gamètes qui sont en train de se faire. Il y a des micro-gamètes mâles, les micro-gamètes. Les micro-gamètes vont envoyer des X flagelles. Les X flagelles sont en train de se faire, mais ils vont باش يروحوا لا سيلول اللي فيها الماكروغامات داكور دونك كما قبيله قلت لكم بلي هاد الكلاس تاع لي كوسيدي راه ينتمي لي زيموبيل دونك هما يعني صح ايموبيل وما يتحركوش وكاع هذيك اسمهم ايموبيل ما عندهم حتى حاجه تحركهم مش كيما الاخرين فلاجيل وسيل وكذا بصح كاين اللي يقول لك بلي راهم موبيل غير في شويه من لا فاس سيكسوي هنايا يعني لازم يعني يكون عندهم اكس فلاجيل يقول لك بلي يقدروا يولوا موبيل سينو راهم ايموبيل توتال دي جول ايموبيل خلاص داكور اوكي اللي يقول لك راهم شويه راهم شويه موبيل في لا فاس سيكسوي برك هذه ملاحظة برك حبيت نزيدها دونك كيما قلنا هاوليك باش يروح في كوندي لا غامت فيمينين كيف يكونديها فورما ان زيغوت كي فورمرا ا سون تور لو سي تو لا لوف دونك سي بون هنا يا هو سا سي كونداسيو بين الميكرو غامت والماكرو غامت ويصرالك زيغوت زيغوت هو حيولي لوف تو سامبلومون حيولي لك لوسيست لوسيست كيما عندنا حنايا زيغوت هو لوف اللي حيولي لك بعدا لوسيست لوسيست داكور غاديش قال لك Cet oocyste est alors rejeté dans le milieu extérieur par les cellules humaines. Donc, il y a des modifications. Les oocystes sont généralement non matures. Il faut un certain temps pour qu'ils soient contaminants et infestants. Et parfois, ils sont directement contaminants par simple contact. Donc, il y a des oocystes qui sont rejetés. Soit qu'on est directement contaminant, on a fait un certain nombre. Qu'est-ce qu'on est contaminant direct? عندنا في الحاله تاع بك كريبتوسبوريديوم اومينيس وكريبتوسبوريديوم بارفوم اللي حيخرج قلنا قبل فيه باللي يخرج ديريكت اوسيست في الداخل اربعه سبوروزويت ديريكت داكور هذاك كي يخرج اللي ديريكت مو انفستو وين صار لوطو انفستاسيون تاعهم ديريكت شي با كيما الولاد الصغار يدخلوا يفون يعني ابري من يحطوا لي سال تاعهم ما يخصوش يديهم كي يخرجوا بيان ما يعاود ياكل غير يعاود ياكل والله تصرا لوطو انفستاسيون اوتو انفستاسيون ديريكت مو اما بالنسبه لي زوج الاخرين لي دو الاخرين هما الاخرين شكون اللي بقاو لنا ساركوسيتيس سيكلوسبورا كاتينانجيس وليزوسبورا بيلي هادو لي زوج الاخرين اللي عندهم مونوكسانا هادوك
يحتاجوا اون فاز دو ماتوراسيون في الميليو اكستيريور. هذه يحتاج يعني دحين بعد برا في الميليو اكستيريور من صار له واحد لا فاز اسمها لا سبوراسيون باش يولي انفستون، باسكو هو كي يخرج مع الاول نهار اللي سال يخرج اوسيست نون سبورولي، لازم نصاوب لا سبوراسيون يولي اوسيست سبورولي. هنا يقدر يكون انفستون وين يقدر يكون طاميني عباد واحد اخرين كما هنايا هاليك هادو انسايد اوف ذا هوست هادو كاع داخل لون. هذه لافاز دون ميليو اكستيريور اوتسايد اوف ذا هوست. هاوليك هنايا تكون عنده ترو كيما قلت قبل ماشي امبريو بلاست اسمها يا ربي سبورو بلاست، تكون عنده سبورو بلاست. سبورو بلاست هذيك حيت تقسم تما لك دو سبوروسيست، تما دو سبوروسيست هما كيما هي لي سونسيل كيما فيها تكون كبيره. ساك سبوروسي ساك سبوروسيست حتى تخدم داخلها لي سبوروزويت حتى يولي انفستونت. دونك هذه لافاز هذه ماشي كاع يحتاجوها، كاين ايزوسبورا بلي وكاين سيكلوسبورا كاتينانس كريبتوسبوريديوم هنايا منها يعني منها يقدر يعاود لك لافاز هذه الاولى ديرك ما يحتاجش هذه البرانيه. هذه هي دونك يعني لو سيكل تاعنا ان بي توت لي تول سيكل سو باس سيلوم افيك لي دو تيب دو ريبرودكسيون سيكسيو و اسيكسيو. دونك كما قلت لكم هذه عندهم مونوكسين لي دو تيب هادو تاع ريبرودكسيون سيكسيو و اسيكسيو صراو في زوج عند لهم لو تيب ديجستيف دالهم. راني نعاود باش تحفظوا هذه رقم واش ما تعاودوش تقراو كل مره اخرى ان شاء الله. دركا نشوفو لي كوكسيدي اسيكل ديكسان. ديكسان صافي دير يحتاجو دو اوت لو سيكل ان ديريكت افيك ان اوت ديفينيتيف كي لوم. دونك سيكل دير كيكون ديريكت مونوكسان ديريكتومون، ان ديريكت سمحتي دو اوت ولا اكثر هادي شفناها في لاندودكسيون. لو سيكل ان ديريكت افيك ان اوت ديفينيتيف كي لوم اي ان اوت انترميديير كي لو بوف بار ساركوسيستيس بوفي اومينيس. دونك بوف سي بوفي اومينيس، بوفي هو لوت انترميديير، لوم اومينيس هو لوت ديفينيتيف، ولا لو بورك بور ساركوسيستيس سوي اومينيس. سوي ريلاتيف او بورك سي لوت انترميديير، لوم اومينيس سي لوت ديفينيتيف ريلاتيف ا لوم. لو سيكل سيكسوي سو ديرول شي لوت ديفينيتيف اون اسيكسوي قلنا في الانيمال سوا لو بورك سوا لو بوف. دوكا نشوفو لو سيكل تاعهم شي لوت انترميديير، نشوفوها سيف لوت انترميديير عند الانيمال كفاه تصرا، بعد نشوفوها في لوم كفاه تصرا. مش كيما قبيل شفنا ديريكتومون باسكو يصراو لي دو فاز يصراو عند لوم، شفنا ديريكتومون عند لوم. دونك نبداو شي لوت انترميديير كيما قرينا في الانتروداكسيون. لوت انترميديير هو اللي تكون عنده صار عنده لا فاز اسيكسوي، و لوت ديفينيتيف صار عنده لا فاز سيكسوي. دونك لا فاز اسيكسوي لوجيكمون حصل عند الانيمال. لوسيست انجيري باغ ان بوف دون سو كا اون ابري ساركوسيستيس بوفي اومينيس، يعني حنا نشرحها بوفي اومينيس برك انا جوال بوف. لي سبوروزويت فونت اتخ ليبيغي غادي ياكلهم اي وانت خلي بيغي سون بينتراسيون دون لا سيل انتستينال. دونك كيما قبيل كيما شفنا ما تبقاوش حاطين في راسكم تاع قبيل اللي قريناها مع لوم، هذوك ثلاثه بارازيت الاولين يدخلوا في تي ديجيستيف تاع لوم ويدخلوا سيل انتستينال تاع لوم. نو هادو حيدخلوا في لانيمال حياكلهم لانيمال وما همش حيدخلوا في لا سيل الانتستينال تاعو. هادو راح نروحوا لا لانف ولا سيكولاسيون سونغين. ها قال لك بار لا سويت ايل فون دون لا لانف بوي لا سيكولاسيون سونغين où ils circulent, ils se multiplient et qui vont ensuite se localiser dans une masse musculaire au bout de 3 semaines environ. Donc, il y a des gens qui ont été dans le ventre, dans le intestinal, dans le muscle, dans le تما يروحوا لي سيلون دي تيبيار يدخلوا لداخل وتما يديروا لا ملتيبليكاسيون تاعهم وتما تصرا لا سكينوزوغون سكيزوغوني تاعهم يخرجوا لي ميروزويت الى اخره الى اخره الى اخره. دونك هذوك لي ميروزويت كيخرجوا مع الاخر راح يروحوا لي ميسك يروحوا يحبوا لي ميسك هما اونسويت سي لوكاليزي دون زون ماس مسكولير او بو دو 3 سيمان اونفيرو. كي يروحوا لي ميسك راح ينكس حي يونكيستيو حي تشيكلونا دي كيست هاد شكون دي كيست تقول لك كيست فيهم حاجه اسمها لي باراليزيت. دونك الي الوغ الي الوغ لا فورماسيون دي بسودو كيست بون لوكال الي انا ما دو فورم تروفوزويت كوريسبوندون او براديزويت. دونك هادو كيميروزويت كي يدخلوا لو ميسك حيدخل حيت شكل لك تروفوزويت تروفوزويت هذا راح يولي لنا براديزويت. هما نفسهم في نفس بعضهم في المورفولوجي كيما سبوروزويت كاع يتشابهوا سبوروزويت تروفوزويت وبراديزويت. برك شغل كل واحد في بلاصه سا ديبور بلاصه كيفاه نسميوه. ما تروف الميروزويت هذا كيدخل كيكون برا كيدخل في لوسي لا سيلول ميسكولار ويولي تروفوزويت من بعد حنا نقولو نسموه نسموه براديزويت. براديزويت شغل رلاتيف باسكو علاش بالنسبة للاخر ايتسيو ميتيب لي لونتومون لي كيست هادوك حيقعدو لنا في الوقت يصلي دفون ديور دون لو طون.
مقع حي تولي بكرة تروحهم تولي بشوية من الناس ما كنا كنا نقوله برادي كاردي برادي هذي رايح عليهم مك هادو اللي لافورم برادي زويت مك أوها داخل ليك إست داخل ليك إست ما تبقاش حاجة عندنا حاجة اسمها تروفو زويت ما تبقاش حاجة اسمها ميرو زويت ميرو نعود فهمكم ميرو زويت يدخل لاسي المسكولار غير يدخل يقول اسمه تروفو زويت أتروفو زويت هادو كي يتميل تيب لاو يتميل تيب لاو حيش كتول كيست وكيست هذاك تولي حاجة داخله اسمها برادو زويت برادي زويت ما تبقاش اسمه تروفو زويت هادو لي كيست سون ابيلي ايغالمون لي ساركو سيست دونك باختصار ولا ريكابيلاتيف صغيره برك لانيمال حين يبلع الكلوسيست تاعو لوسيست يدخل ما يروحش للانتستان يروح لي سيلول اندوثيليال في لالان في لاسيكل لاسونغين سلام من تشبليكاسو ثما وتصرا لاسكيزوغوني نورمال ساسكيزوغوني يخرجوا لي ميروزويت الميروزويت يروحوا للميسك يدخلوا للميسك يتميل تشبليكا والداخل ويشكلوا لك ان كيست ان كيست هذاك معمر بالبراديزويت لا فورم براديزويت على باراديت هذا الكيست هذا كنسموه في هذا المرض في لاساركوسيستوز اسمه ساركوسيست دونك سي سا تو سامبلومون شي لوت ديفينيتيف يعني لوم انا سيكل سيكسوي سيكسوي لا كونتاميناسيون دو لوم كيفاش يتكونتامينا لوم فا سو فيغ اون كونسومون دو بورك او دو بوف انسيفيزامون كويت دونك مش كيما قبيله وين لوم لوم هو اللوت الوحيد حيدخل عنده تصرا عنده لاسكيزوغوني من بعد تصرا عنده لا غاموغوني بعد ما لاغاموغوني حيخرج لي سال تاعو وتصرا شغل هو يكونتاميني روحو يخرج في لي سال تاعو يعاود ياكلهم بطريقه او باخرى هنا نو هنا السيكل هنا الاخر اسيك سيبي تصرا في الانيمال يخرج في لي سال تاعنا الانيمال ماشي يخرج لي سال تاع الانيمال استغفر الله شغل يروح لي مسكل تاع الانيمال يتونكي ستا تما ومن بعد لوم هو اللي حياكل لي مسكل هادو اللي فيهم لي كيست دونك لوم مش حياكل ما يتكونتاميناش بار لي سال تاع الانيمال نو يتكونتامينا بار لي مسكل يمسك اللي فيهم لي فورم كيستيك هادو كيما طيبو مش مليح ان سيفيزا مون كبير دونك حيصرا له كونتاميناسيون ابري لانجستون دي كيست دوكا انا نفلو ما سي بون حنا دوكا الكيست تشكلو في المسك تاعنا يعني دوكا حنروحو لهم ابري لانجستون دي كيست اللي يوغا دو دي اون كيستيون مون بيان سور لا سي غاستريك اي ليبراسيون دو براديزويت دون لا ميغ انتستينال دونك ياكلهم هذيك لا كيست حيتشكك ويخرجوا لي براديزويت اللي كانوا خاملين الداخل اللي كانوا خاملين Par la suite, ils vont se reproduire par la gamogonie, formant souvent des sporocystes isolés, contenant 4 sporozoïdes chacun. Donc, on a la gamogonie. On a les cellules intestinales. Il y a des sporozoïdes qui sont sortis. Chacun d'entre eux, cellule A, et cellule B. هذيك اللي في السيريال ا حتولي ميكروغرامات مال وهذيك اللي في السيريال بي حتولي ميكروغرامات في مال من بعد تصرا في كونداسيون ويخرجوا لي زوف داكور ما كانش ديك لافاس تاع لاسكيزوغوني مش فناها كبير هذيك تصرا عند لانيمال هنا تصرا غاموغوني ديريكت يعني غير يدخل يحكم سيلول غير يحكم هاي يولي غامات ما يحاولش يفهم هكذا دونك بار لا سويت اللي بونسور بروديير بار لا غاموغوني فورماسيون فون دي سبوروسيست ايزولي هذيك اللي قلتها لكم كبير دونك مع الاخر كيخرجوا الغامات وتصرا في كونداسيون ويخرج لك لو زيغوت تاعنا لو زيغوت هذاك حيخرج اوسيست دونك حنا في لي سال واش نقدروا نلقاو اوسيست فيه ديريكتومون واش فيه هاي ليك فيه ديريكتومون او اوسيست فيه ديريكتومون دو سبوروسيست شاك سبوروسيست فيه 4 لي سبوروزويت سينو نلقاو ديريكتومون سبوروسيست ايزولي قلت لكم قبل بلي هذا شغل فراجي الاخر تاعو ما غادي يتقطع في كيكون في فلاديفيكاسيون دونك سواء نلقاو سبوروسيست ديريكتومون فيه 4 لي سبوروزويت داكور ها نقول لك هنايا نلقاو ديريكتومون شوفو ها دي سبوروسيست ايزولي كونتونو شاكين 4 سبوروزويت enfin l'élimination des sporocystes dans les cellules qui sont directement infectieuses pour les animaux donc il y a directement infestant mais il faut la phase de maturation dans le milieu extérieur mais il faut pas il y a directement infestant mais pas l'homme pas l'nfsou بالنسبه لي زانيمو لي زانيمو يعاودوا ياكلوه دونك يشتاف المشكل تاعهم ولا ياكل المشكل تاعهم دونك هادو انفستون دي انفيكسيو ديريكتومون بوغ لي زانيمو داكور دونك هذا هو السيكل تاعو دوك نشوفوها طراج هنا باش نفهموها بيان نورمالمون سي كون فهمها بيان نبداو السيكل مع الاول هاوليك لام حيا كل المشكل المشكل هذا اللي اونكيستي فيه لي فورم براديزويت هذوك اونكيستي مشكلين في حديث مع ساركوسيست ياكلهم في المشكل يدخلوا هنايا صاروا دي اونكيستيمو بلاصي لاسي لاسي كاستريك هادو كي بازويت حي البازويت حيخرجوا من الكيست دونك حنايا رانا في لانتيستا ما نشوفوش كاين في لانتيستا عامل لك البازويت هادو كي حيخرجوا من الكيست ديريكتومون وحده في خيرو ديريكتومون سي دي سيليل وحده تمد لك ميكرو غامات وحده تخير ما تمد لك ماكرو غامات صافي كونداسيون يمد لك الزيغو تاعنا حتخرج لك اوسيست اوسيست هادي ايماتور ولا ماتوراسيون تصرف تيب ديجستيف بعد مش كيما الاخرين صار لهم برا دونك حيخرج ديريكتومون هاوليك هذا او سيستيم ماتور حيخرج ديريكتومون ماتور ها
اكزيست اوسيست. كما قلت لكم قبل يقدر يكون اوسيست في دو سبوروسيست ولا يقدر يتقسم يتقطع لا لوسيست تصالو ريبتور. تما نقدروا نلقاو في 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 لي سيل ديريكتوم ان سبوروسيست كونتونون كات سبوروزو ديريكتوم. من بعد حيخرج هاوليك حيخرج حيخرج في لي سيل هاوليك ياكلوا لي زانيمو. ها سبوروسيست انجستد باي كاوز اند بيكس هاوليك يدخل هنا ياكل لي زانيمو ياكلوه غير يدخل. ها سبوروسيست ريبتورز ريليزين سبوروزويت that enter endothelial cells of blood vessels and and the ويبدا لاسكيزوغوني تاعو. دونك حيروح لل لا لانف سكراسكراس سونغين يحكم في لي سيلول تاعهم راني نعاود باش يفهموا بيان و سيمولتيبليكاسيون. ومن بعد كيف كيف كيما قلت تطرطق لا سيلول هاي ليكس كي تخرج سكيزون تطرطق لا سكيزوغوني كومبليكي ماشي هاي كبير برك مش في سيلول انترستينال تاعهم في لي سيلول اندوثيليال تاع لي فيسو تاع لي زانيمو. داكور يخرجوا لي ميروزويت عاملي لي ميروزويت يخرجوا لك يروحوا للميسكل كي يروحوا للميسكل يدخلوا جولين تروفو بلاست صرا ملتيبليكاسيون ملتيبليكاسيون حتى يشكل لك كيست. كيست هذاك فيه داخلو براديزويد وتعاود السيكل. هذا هو السيكل تاع ساركوسيستيس. دونك سي نورمالمون مفهوم سي بون كان ما نزيدوش نعرفو. دونك نشوفو لا كونتاميناسيون. ليكوكسيديوز سون دي بارازيتوز لي اوبيريل فيكال. هادو كاع لقيناهم الربع لقيناهم لي اوبيريل فيكال باسكو لا كونتاميناسيون تاعهم تحتاج لي سيل. داكور عندنا لو كريبتوسبوروديوم اي لا سيكلوسبورا. سيكلوسبورا كاتيناليز هذا بيدريس سبيس تاعو يعني كوز دي دياري دو فواياجور توريستا. هذه لا دياري تحكم لي فواياجور اسمها توريستا. دونك هادو هما لي كوزيرها. دونك يشوفوا باللي اللي يبداو بالسي وبسي هذاك ساركوسيسيس ما عنده عنده حتى علاقه بلي فواياجور باسكو لازم تاكل اللحم وكذا ما عنده ما دخلو. لي دو سبورا يبدا بالاي وهنا بدا كاينين زوج ما ناخذو لي فيهم سي سي. هادو دوك في زوج يسبوا لك دياري تاع دو فواياجور. دونك هذه اساس دوك باش تشفاوها باش تشفاو عليها يعني. لو كريبتوسبوريديوم الترانسميسيون تاعو الي ديريكت ديريكت بوسيبل بار اوتو انفستاسيون. دونك كريبتوسبوريديوم كما قلت لكم قبيل غير يخرج من لي سيل الي انفستون كون ثم واحد ياكلو والله ديريكتومون حتى تحكمو انفكسيون. داكور مش كيما الاخر مش كيما مش كيما لي زوسبورا بلي و سيكوسبورا كاعطينا نزيد لازم لهم فتره تاع سبورالاسيون في الميليو اكستيريور فتره تاع ماتوراسيون باش يوليو انفستون. داكور دونك لا ترانسميسيون اللي لا ترانسميسيون بار انجستيون دو و داليمون سوي. شكون هاد لي بارازيت لي لا ترانسميسيون تاعهم صرا بانجستيون تاع لو ولا لي داليمون سوي. عند كريبتوسبورا سيكلوسبورا الى لو كريبتوسبوريديوم هادو اغري يقدر يمر بهم لوم اغري يقدر يتانفيكت بهم. لا كونتاميناسيون بار انجستيون دو فيوند دو بوف او دو بورك انسيفيزامون كوي عند كلا ساركوسيستيس. داكور دوك هاد ثلاثه هاهم كيفاش كونتاميناسيون كيفاش يتكونتامينا بهم لوم. وهذا الرابع هاو كيفاش يتكونتامينا به لام. تقولي انت بلي قلت لنا بلي راهم كاع لي اوبيري الفيكال. هذا ثاني لي اوبيري الفيكال هذا علاش باسكو كي ياكل لام كي ياكل لام ياكل لا فيوند حيخرج من بعد في لي سال تاعو وهذوك لي سال حياكلوهم لي زانيمو. دونك لي اوبيري الفيكال لاش ماشي لام اللي ياكل هذوك لي زغلي سال ديريكتومون. داكور ها دونك هذه هي ان شاء الله. دوكا لا بارتي ديال ان شاء الله ديرها اختي شيماء ان شاء الله يا بالتوفيق وان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان. السلام عليكم. لحقنا لا بارتي كلينيك. اون فا كومونسي با لا كريبتوسبوريديوز. لو سيني ماجور سي لا دياري ايدريك سي مالادي اوبورتونيست دو سيدون. شي لي زيمينو كومبيتون الي اسيمتوماتيك لو بلو سوفون اسيمتوماتيك يعني ما كاش دي سين ما كاش فوالا اعراض مي ماشي ديفينيتيفمون ما كاش كاين حالات وي تكون كاينه تقدر تكون البوتيتغ سيمتوماتيك بصح الاعراض يكونوا حاده خفيفه كيما لي زاكسيسوار دي سيني ديجستيف. عندنا كوم اكزامبل الدياري دي فوميسمون دي دولور ابدومينال اكسيتيرا شي لي نوريسون سي دياري برولونجي دو كالكو جور حتى الام موا هكذاك دي دياري نيوناتال غراف. مي بور لي زيمينو ديبريمي حاجه واحده اخرى شي لي زيمينو ديبريمي سي اون دياري كوليريفورم سيفير كرونيك ال ريزيستو تريتمون يعني هاد البنادم اون فوا نحبسو لو دوا اي لي شوتي سي بور سا اون بليس دو تريتمون حنا لازمنا نراقبو لو ليمينو ديبريسيون تاعو. Même bad en fonction de taux de CD4, elle peut se propager en extra-intestinal, yani les voies biliaires et les poumons.
يعني وقد ما يكون إيمينو ديبريمي قد ما يزيد احتمالية الوفاة. هذه هي. ولازم تعرفوا تانيك بلي فوالا لو كريبتوسبوريديوم سي ان ماركور دو سيدا. دوكا نشوفو ليزوسبوروز دو بوان دو في كلينيك. كيف كيف سي مالادي اوبورتونيست دو سيدا. لي سيني تاعها يكونوا قلال. شي ان ايمينو كومبيتون الي لو بلو سوفون اسيمبتوماتيك. بصح تقدر تكون elle peut présenter une symptomatologie par FIFA, yani son diarrhée, son extension des voies biliaires et du poumon. Le problème de l'isospora, c'est quoi? Ce qu'il est reconnu par ses rechutes, même l'immunocompétent, il peut faire la rechute. Donc, par contre, donc, on retrouve l'immunodéprimé. L'immunodéprimé présente la diarrhée la plus intense. L'immuno déprimé qu'on a blé le plus souvent asymptomatique. Ça, si ma halte idakan présente une symptomatologie FIFA, yani par exemple diarrhée, ma halte qu'on dira à la halte un sujet immuno déprimé. Halte un sujet immuno déprimé, la diarrhée elle est plus intense, les rechutes sont plus fréquentes. Je pouvais avoir une malabsorption, un maigrissement, yani le malaise tana haydar ou idar l'ont hay yandar huwa ou idar l'entourage dialo. Maintenant la cyclosporose, c'est une kif maladie opportuniste du sida, incubation courte environ une semaine, un diarrhée, un maigrissement. Bon, la cyclosporose c'est une remarque. Kima la crypto, berk elle est moins déshydratante. Wesh manta, c'est un sujet immunocompétent. Elle est le plus souvent, il est le plus souvent asymptomatique. Mais qu'est-ce qu'arad? Ida kanet kina arad kun hadar FIFA. Ou tkun spontané, mais si voilà hakda. Par contre, il y a un sujet immunodéprimé, bien sûr, c'est une diarrhée chronique, chronique ou intense. Mais, qui m'a dit comme, il y a des crypto, donc elle est moins déshydratante. Maintenant, je vous la sarcocystose, c'est le sujet immunodéprimé, pas d'amplification. Elle est assez asymptomatique, il y a des symptômes. Les diarrhées, elle est parfois, mais si toujours, parfois, ou même, il y a pas de signes. Maintenant, le diagnostic. Nous avons la cryptosporidiose. Le diagnostic consiste à la mise en évidence des oocystes dans les selles. أول حاجة لازم نعرفها c'est que le point de départ c'est intestinal. Maintenant le prélèvement c'est toujours les selles, toujours. Je reçois les selles تاع البيضة, le liquide duodénal par exemple ou la labile. Moi-même les selles, j'exige toujours les selles. Il est recommandé d'utiliser les techniques de coloration, bien sûr, pour que nous puissions obtenir des oocystes dans les selles. La plus utilisée, c'est la technique de Zellner sans modifier. N'ayant les oocystes, ils deviennent rouges. Quelle technique, les techniques de la biologie moléculaire, qui m'a la PCR, mais ou quelle technique l'immunofluorescence, voilà. Bon, pour l'immunofluorescence, j'aurai ma selle, je serai en contact avec des anticorps monoclonaux fluorescents. Les anticorps monoclonaux fluorescents dirigés contre les antigènes de la paroi de l'oocyste. Il y a l'oocyste, par exemple, du crypto, il fixe ça. Et on va voir le microscope à UV, on va voir خضوره
فوالا هنا نثبتو بلي كاينه دي زوسيست، هذا مكان في لي سال تاعنا. وكاين تاني لا بي سي ار، لا بي سي ار الي بوسيبل تاني، وبصح اني با دوني ا تو الموند، على بالنا بلي الي شاري تو ماشي كاع الناس قادرين عليها. و بور لا سيرولوجي سي جوست مسخير، اوكين تكنيك سيرولوجيك فيابل ني ديسپونيبل، ما راحش تمدنا لو دياغنوستيك تاعنا. maintenant le diagnostic des osporoses. C'est un examen parasitologique des salles HD, c'est un examen direct. Les oocystes apparaissent non sporulés. L'élimination elle est peu abondante, c'est pour ça on doit répéter l'examen. Ou les des techniques de concentration, la technique de concentration de l'étude. Les analphobes, la sérologie, ma حتى معنا في هنايا، ما راحش سي جوست مسخير، ما راحش تعطينا حتى نتيجة. لازمنا نعرفو تاني بلي مور ما نديرو ليكزامان دي سال، جو بو تروفي دي كريستو دو شارك ليدن، هاد لي كريستو سون دي برودوي دو ديغراداسيون دي زيونيزوفيل، هذا مكان. بور لو دياغنوستيك دو سيكلوسبوروس، la mise en évidence du parasite avec la coloration de Zell-Nielsen sur un frottis fécal, il apparaît en rouge sur un fond vert. Donc le diagnostic, c'est un diagnostic parasitologique direct. Kif. Moi, je vais dire l'examen là, ou dire la coloration de Zell-Nielsen. Le parasite, il est rouge sur un fond vert. Le caractéristique, c'est qu'il est très réfringent avec un aspect de double contour. On a bien appelé le cyclo est plus grand que le crypto. Pour le diagnostic de sarcocystose, l'examen parasitologique il est très facile parce qu'il y a des sarcocystoses, le hajm تاعهم كبير يبانو. Ou لقاوهم soit isolés ou groupés en deux. Ou هنا واش قالنا، dans les salles la coque externe du sarcocystis les salles c'est le prélèvement. Donc les sporocystes peuvent donc être séparés et qu'on soit groupés en deux ou les qu'on isolé وحدهم على بها شغل ما نسحقوني نستعملوا كولوراسيون ني حتى تكنيك. هنايا on utilise l'examen parasitologique qui a pour but la mise en évidence de sporocystes dans les salles, la ou la biopsie pour la forme musculaire. Voilà. Le traitement, chez l'immunocompétent, c'est un traitement symptomatique. Pour les osporoses et le cyclosporose, c'est le Bactrim. Chez l'immunodéprimé, il est très décevant parce qu'il y a une chose simple, parce qu'une fois qu'il arrête le traitement, il sera une rechute. Pour les osporoses, on a le Bactrim prolongé. Pour la cryptosporidiose, on a l'anitazoxanide. Surtout avec la cryptosporidiose, il n'y a pas d'une molécule qui est efficace. يعني وا شاك فوا يعني نمدو التريتمون هذاك البنادم ومن بعد يحبسو، il y a toujours une rechute ou la déshydratation. صرا une diarrhée coliforme. هاد la diarrhée coliforme cette diarrhée coliforme elle révèle au traitement. Donc en plus du traitement, je dois réhydrater mon malade. À chaque fois que j'arrête le traitement, il va rechuter مجديد وهي ريحه. Pour la yani rahi santa wallah, pour la cryptosporidiose bzaf fait traitement samat. Pour la trithérapie elle est beaucoup plus pour les patients les syndrome VIH, les hamlin le VIH. Rouhou la prophylaxie maintenant. Dépistage et traitement. Voyage aux collectivités et les immunodéprimés, surveillance des eaux d'alimentation. Et il y a le mal qui est chéri. Il y a une place à mon nom. Je suis à Kidakosai.
من عند من هبه ودب، ولازم تاني الماء اللي تشرب يتشرب الحل القرعه هذيك تحل قدام عينيكم، ماشي ماشي هكذا قصاي، باسكو الوقايه خير من العلاج. ايجيان يلوت كونتر لو بيريل فيكال، سي اون مالادي بيريل فيكال انديفيدوال. Éviction d'ingérer les légumes telluriques crus, mal lavés ou des viandes pas si cuites. La zone tannique, dans le khdra ou le fakia mlech, ou le khdra type tannique mlech, ou les viandes kif kif, la zone type mlech. Bach, n'évitez au gars, hado, aïe hado. Ou hada makan. Alors, بفضل الله لحقنا للدوزيام بارتي دو كور لا بلاستوسيستوس. سي كوا هاد لا بلاستوسيستوس بار ديفينيسيون؟ سي اون انفيكسيون انتستينال كوزي بار ان بارازيت اوني سيلولا فاكيولي، سي لو بلاستوسيستوس اومينيس. الو سي اون بروتوزووز ماراهي شامبينيون، ال ني با دون لا كلاس دي سبوروزوار، ال دو ا ان بارازيت كومونسال دو كولون. ال ني با دونك اوسي غراف كيما لي كريبتو وجماعتهم. ثاني لازم نعرفوا بلي الي انايروبي نلقاوها عند العبد كيما نلقاوها عند لي زانيمو. ال بو دوفونير باتوجين ان كا دي مينو ديبرسيون. لا كلاس تاعها سي دي ريزوبوت كيما لي زامي، بصح العفسه الوحيده اللي تميزها على لي زامي سي كو ما راهيش موبيل، اني با موبيل. نكملوا هنايا الي كوسموبوليت، معناتها elle peut être rencontrée dans toutes les régions du monde. Elle est répandue mondialement, voilà. Vivant principalement dans le côlon, qui m'a coulé, et s'éliminant dans les selles de l'homme et certains animaux, voilà. Elle sera donc retrouvée lors de l'étude parasitologique des selles. Yanni, qui nous déroule l'étude parasitologique des selles, n'a qu'au ha, a dit. كي نديرو ليتود مورفولوجيك دو سو بارازيت، نلقاو بلي il présente quatre formes. Il présente un polymorphisme. Voilà. عندنا la forme vacuolaire, la forme granulaire, la forme amiboïde et la forme kystique. راح نشوفو نطرقو لشاك فورم وحدها ولي كاركتيرستيك تاعها وكلش باذن الله. Alors, نبداو بلا forme vacuolaire, c'est la forme typique de ce parasite. بون بريميرمون راح نقرا من بعد راح نشرح واش كاين. الي اوتيليزي بور ليدونتيفيكاسيون دو لورغانيزم، بوزاد اون غروند فاكيول انتوري دون مانس سيتوبلازم دو ديبيسور اي كونتينون اون ان دو نوايو. دونك قلنا بلي هاد لا فورم سي لا فورم تيبيك دو سو بارازيت، سي لا فورم لا بلو سوفون تروفي كي نديرو ليكزامان بارازيتولوجيك. وعلاش سموها فاكيول دوكا؟ باسكو تو سامبلومون باسكو عندو اون فاكيول سونترال يخي، لا تاي تاعو الي فاريابل دو 8 حتى ل 10 ميكرومتر اذا مانيش غلطه، اذا مازالني شافيه. الي ريكوني بار ان فاكيول سونترال كي اوكوب برسك 90% هكذاك دو سا تاي. فوالا هاد لا فاكيول ال فا روفولي فار لا بيريفيري لو سيتوبلازم. من جهه واحده اخرى كيفاش نشرحها، الفا اوفلي اوسي فيغ اون بارتي نلقاو اون بوند، اون بوند بلو ايباس دو سيتوبلازم، فيها ان نوايو، فيها باري دو غولجي، وفيها ريتيكولوم اندوبلازميك. الاهم اللي لازمنا نعرفوه سي كو هاد لا فورم سي لا فورم روتروفي ان فيفو ا ليكزامان دي سيل دون مالاد ولا ان فيترو à la culture. هذا واش لازم تعرفوا، يعني سي لا فورم لا بلو ريبوندو، هذه لا فورم اللي نلقاوها بزاف. شنو ثاني؟ ايه لا دوزيام فورم سي لا فورم غرانولار. لا فورم غرانولار واش قالوا لنا هنا؟ الي سامبلابل ا لا فورم فاكيولا اكزاكتومون، لا سول ديفيرونس اي لا بريزونس دو غرانول دون لا فاكيول اي لو سيتوبلازم. Exactement ça. Head la forme granulaire, c'est la forme bon, c'est une forme rarement une la cobia. L'examen تاع les selles, qui ندير l'examen des selles rarement وين نطيحو في هاد لا فورم.
علاش سمينا هادوكا غرانولار؟ باسكو علاش؟ باسكو شوفوا هي عندها لا ميم مورفولوجي تاع لا فورم اللي قبلها. برك هذاك لا فاكيول اي رومبلي دو غرانول. على بها سميناها لا فورم غرانولار اكزاكتومون. هذا ما كان لا فورم اميبويد. دوكا c'est la forme amiboïde, elle n'est pas mobile mais elle est fortement adhésive. La forme amiboïde elle est irrégulière, tu connais moi hâte des pseudopodes ou head les pseudopodes ou même il lui permet de phagocyter les éléments nutritifs. Elle présente un noyau central, elle ne se déplace pas. Ou je note un nid, qu'on a blé, maintenant elle n'est pas mobile, voilà, ok. En général, je vais la trouver chez des sujets symptomatiques qui font une diarrhée. Donc, la forme amiboïde, c'est la forme qui est responsable de la symptomatologie. C'est que la forme amiboïde, c'est la forme responsable de la symptomatologie. Du coup, nous avons la quatrième forme et la dernière forme. C'est la forme kystique. Elle présente une taille plus petite avec une paroi épaisse. Elle est dépourvue de grandes vacuoles parce que la taille elle est petite. Mais possède quelques noyaux et des vacuoles multiples. Elle est caractérisée aussi par des dépôts de stockage de nutriments. Les dépôts de stockage sont des dépôts de glucidiques et lipidiques. Ou cette forme, c'est la forme la plus résistante du parasite. Donc, la quatrième forme, dite la forme kystique, c'est la forme la plus petite. Elle est entourée d'une paroi épaisse. Elle a des dépôts de stockage glucidique et lipidique. C'est la forme infectante probablement. Donc à qui nous chauffons le cycle tahan, il faut oublier, il est hépatitique. Mais bni ala des hypothèses malahis déjà, yani qadra tbeddel menna lghdwa, yani mazal dirasat qa'ima alayha. Le blastocystite en ministre, c'est un protozoa du côlon qui est normalement commensal, qui peut devenir pathogène en cas d'immunodépression. Attaché l'eau les lames à info. Le cas les selles à l'abd qui mène le cas les selles à les animaux. Voilà. Il se présente sous quatre formes. La première forme c'est la forme vacuola, c'est la plus que je vais la retrouver. La deuxième forme, la forme granulaire, elle n'est pas retrouvée au niveau des selles. On a blé elle est rarement où il le trouvera. Tu peux bizarre la forme vacuola, c'est la seule chose qui est mise عليها, c'est que la vacuole taha elle est remplie de granules. La troisième forme c'est la forme amiboïde qui est responsable de la pathogénicité. Ou la quatrième et la dernière forme c'est la forme kystique, c'est la forme infectante, la forme la plus résistante. Et quoi comme blé on se contamine en général de la forme kystique. Pour la transmission de ce parasite, la transmission fécale orale c'est la voie la plus acceptée. Elle ne concerne que la forme kystique. Voilà, maintenant je vais dire transmission les autres formes. Berk la forme kystique. Agir à travers de l'eau ou d'aliments contaminés. Alors, maintenant, nous trouvons le cycle évolutif du blastocystis hominis. La banabli head le cycle, c'est un cycle hypothétique, il y a ni mebni ala des hypothèses. Quand on a mis notre doigt, peut-être bedel, bien sûr, que le chien est mumkin. À la banane, on a que le blastocystis, c'est un parasite commun à l'homme qui est à l'animal. Alors, je crois que maintenant, le kyste est ingéré par l'homme, premièrement.
Bah, il infecte les cellules épithéliales du tube digestif et se multiplie par voie végétative. Donc, le kyste à parois épaisse présente dans les selles, les selles, il est considéré comme responsable de la transmission. La transmission la forme kystique, la transmission des autres formes. Bah donc, elle se fait par voie fécale orale, par l'injection d'eau ou d'aliments contaminés. Maintenant, les kystes infectent les cellules épithéliales dans le tube digestif tannant et se multiplient par voie végétative. Les formes vasculaires du parasite donnent origine à plusieurs formes. Voilà, yani maintenant, des divisions. Multivacuola et des formes amiboïdes. Donc, les formes vasculaires du parasite tannant. Elle donne naissance ou bien donne origine à plusieurs formes multivacuolaires ou amiboïdes. Yani, من جهة multivacuolaire عندها حاجة spéciale لها ومن جهة amiboïde حاجة خلاف. هذه كامل سي دي زيبوتاز فرضيات لحد الآن يومنا هذا راهم يبحثوا فيها وراهم قادر يعني تثبت يعني هذه ديروها مليح في بالكم. L'essentiel, maintenant, la multivacuolaire se développe à un pré-kyste qui donne par schizogonie un kyste à parois mince responsable de l'auto-infection. Ou la deuxième, la forme, c'est la forme amiboïde, donne origine à un pré-kyste qui se développe en kyste à parois épaisse par la schizogonie. Kif-kif, donc, comme ça. Il sera ensuite excrété dans les selles. Donc, maintenant, عندنا دو فورم مورما لا فورم فاكيولار دارت دي ترانسفورماسيون اي تو تصنع في النهاية نتيجتين. لا بخومييغ لي فورم فاكيولار يا اخي لا ملتي فاكيولار بلوتو راح الفا سو ديفلوبي اون ان بري كيست. هاد البري كيست دون ان كيست اباوا مانس كونسيديري كوم ريسبونسابل دو لوتو انفيكسيون. ومن جهة واحدة أخرى لا فوم أميبويد دون نيسونس أن بريكيست كيف كيف هاد لو بريكيست فا سو ديفلوبي أون أن كيست أباروا إيباس باغ كوا باغ أن سيكل دو ريبرودكسيون سميوه لا شيزوغوني. فوالا لا شيزوغوني سي أن سيكل دو ريبرودكسيون أسيكشوي دو سبوروزوار إي دو سارتان أوتر بروتوزوار par des divisions multiples de la cellule. Hadamakan. Lhaqna la partie clinique. Alors, ce qu'on a maintenant, si l'homme, celui-ci peut être asymptomatique ou causer une infection symptomatique responsable d'un syndrome digestif. Donc, les signes cliniques, et d'acanocliniques, sont des signes d'expression digestive. Un diarrhée aqueuse, douleur abdominale, nausée, vomissement, etc. La symptomatologie varie selon la charge parasitaire, le statut immunitaire de l'abd et l'état de fonction de la flore intestinale. Maintenant, de point de vue clinique, la benable et le portage asymptomatique il est très fréquent. Pour dire que le blastocystis hominis est responsable de la pathogénicité, qui dit l'examen parasitologique les selles, je trouve plus de 5 blastocystis où la plupart du temps c'est la forme vacuolaire que je vais trouver. Il y a un autre critère, le blastocystis hominis qui est responsable à la pathogénicité, un sang qui comprend plus de 5 de blastocystis. Le deuxième critère qui a des signes cliniques, les signes cliniques sont d'expression digestive, mais une autre étiologie parasitaire. Donc, c'est une blastocystose et vous traitez. La symptomatologie étant donnée, c'est commensal au niveau du côlon, elle est surtout digestive. Vous pouvez trouver une diarrhée tannée, diarrhée très importante. Le sujet, il est immunodéprimé, voilà.
Quand vous allez faire la recherche, vous allez trouver beaucoup plus la forme amiibo qui existe. Là, la bonne amiibo, c'est la forme amiibo plutôt. C'est la forme amiibo qui est en cause. Et elle est responsable à la pathogénicité. Nous faisons le diagnostic. Alors, le diagnostic, il est soit direct, soit indirect. Mais le plus souvent, il est direct. Dire l'examen coprologique à l'état frais, dire l'examen après l'usage de techniques de concentration qui m'a réussi. On a terminé l'examen après une coloration par le MIF. Exemple là. Maintenant, soit indirect, une culture sur les milieux anaérobies ou là une extraction et amplification de l'ADN. Le diagnostic de certitude, c'est toujours les selles. Qui dire l'examen parasitologique des selles. Il faut savoir que les techniques de concentration, des fois, les techniques de concentration, elles altèrent la forme de blastocystise. C'est pour ça que comme le diagnostic il est de préférence direct. Il faut refaire 3 fois l'examen à quelques jours d'intervalle. Ou à chaque fois, vous trouvez que du blasto. Bah, n'éliminez juste pour éliminer une autre étiologie parasite. Pour le traitement. Et une autre remarque, etc. Il n'existe pas de test sérologique. Voilà, la sérologie ne sert à rien. Pour le traitement, les anti-amibiens sont efficaces. C'est un sujet immunocompétent, mais directement flagile. Ou chez un sujet immunodéprimé, le Bactrim. Mais maintenant, quand on a flux courtal prof, les anti-amibiens sont efficaces. Pour la prophylaxie, la dernière partie du cours, règles hygiéno-diététiques, lutte contre le péril fécal, surveillance de l'eau de distribution. Donc, c'est une maladie péril fécale. Éducation sanitaire, il faut mettre des l'éducation sanitaire partout. Il faut se laver les mains. Ou pour l'eau minérale, les gens font des choses comme ça, la consommation de l'eau, tani lazem tkoun madmouna. Hada ma kan. Yani l'wiqaya khayrun min al-ilaj. Fi l'khitam, nas'al Allah an yanfa'na bima 'allamana wa yazidana 'ilma. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.